هذا هو المكان الذي شنق فيه نفسه محمد ملسي، اللاجئ السوري، إلى أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. سدت كل أبواب العمل أمامه، لم يستطع دفع إيجار منزله أو شراء الحليب لأطفاله الأربعة أو تأمين العلاج لابنته المصابة بالربو. وزاد من حزنه وإحباطه أنباء تدمير منزله في مخيم اليرموك بدمشق، حيث كان يسكن قبل شهر. يعني نحن بنتمنى من الحكومة اللبنانية يعني تقدر الظروف السوريين، يعني أدى يعني لصهرة إنه يشنق حاله، تعب ناس يقولوا له روح لقت زبالة يعني نايلون عشان تبيع، يعني كثير انهان بلبنان. لم تتحمل والدته في سوريا الفاجعة فماتت قهرا على ابنها كما يقول جيرانه، وأصيبت زوجته بانهيار عصبي أدخلت بسببه المستشفى. كان ملسي يعتقد أن لجوءه إلى مخيم عين الحلو للاجئين الفلسطينيين سيوفر له الاستقرار والأمان. أنا الإنسان يعني يتوق للكرامة، فإذا ما غابت الكرامة لأي إنسان حي فإنه يفضل الموت على الحياة. هذا حقيقة يختزل مشهد كبير جدا، ويمكن أنا قلت يمكن أن تتكرر هذه الحوادث. تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان ارتفع إلى 200,000، والفلسطينيين الفارين من المعارك الدائرة في سوريا إلى 14,000، إلا أن هيئات لبنانية وفلسطينية تقول إن هذه الأرقام غير دقيقة ولا تعكس العدد الحقيقي للاجئين إلى لبنان. يتحدث العاملون في مجال إغاثة اللاجئين السوريين والنازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا أن أزمة إنسانية اجتماعية بدأت تظهر للعلن في ظل انحسار التقديمات الإنسانية والمساعدات الاجتماعية لهؤلاء ولعشرات الآلاف الذين لم يسجلوا حتى اللحظة على لوائح الأمم المتحدة. إيهاب العقدي، سكاي نيوز عربية، بيروت.